هتسوق فيها ولا ايه؟ انا ما نقدرش اسيب القصر ولا دقيقه. يعني انا ابويا وامي يجوا لغايه عندك عشان تخطبني؟ انا ما قلتش كده، انا قلت اني ما نقدرش اسيب القصر. ما تقفل القصر كويس وتيجي. انا مش فاهمه في ايه، هيجرى ايه للقصر؟ ما نقدرش. انا مش فاهماك. انا وديتك المرسى بالعباس المره اللي فاتت وانا قلقان، وعملت كده عشان خاطري. وانا قلت لك انت مخبي حاجه ليلتها. احنا نبداها من الاول كده يا يوسف؟ انت ما تعرفيش كل حاجه، ومحدش يعمل كده الصراحه. تصدق معاك حق. سلام يا يوسف. سلمى استني. لو سمحت يا يوسف سيبنا امشي. انت من شويه كنت بتطلبي ايدي. ما انت ما تعرفنيش، انا كده في لحظه اتغير. وهو اللي يحب يتغير؟ قلوب بقى في ايد ربك، هنعمل ايه؟ عن اذنك. استني. هقفل القصر وهنفرجك على الاماكن اللي بحبها. وهنكمل الحكايه. يعني هو عادي؟ يعني ينفع تقفل القصر عادي اهو؟ هو ما ينفعش. بس انا هعمل كده عشانك. وبعدين مشوار القاهرة ده أصله بعيد قوي. ماشي، اديني مستنية جنابك. عجبته منك ومني يا يوسف يا تالت. أنا بعرفك تبقى أول. بعرفك تفوق. في حاجة يا أكرم؟ لا مفيش، الدنيا مريحة شوية قلت اروح. ولا يهمك، هتتعدل. اتغديت؟ لسه. ما بتسألش على يوسف؟ كان لسه عندي من كام يوم. هو كويس الحمد لله. لسه العيال كانوا في سيرته، بيقولوا عمهم وحشوا. ابقى نخليه في يوم يجي يتغدى معانا. او النبي ده العزبنجي غلبان، عارف لو متجوز انا ما نسالش. انما اخوك لوحده برضه. فهم. حاضر. ايوه هي دي أربعة. هنا بقى كان ساكن قسطنطين كافافيس. قسطنطين؟ ده كان امبراطور. ايه ده؟ لا طبعا، ما كانش امبراطور خالص. كفافيس. صح، انت صح. ده كان فيلسوف يوناني زي اخوك سقراط والمعلم افلاطون. هو انت لو ما كتبتيش او فاتت جرالك حاجه صح؟ انا بنت، براحتي اغلط واقول معلومه غلط وانت تسقف وتقول ايه. قسطنطين كفافيس ده كان شاعر يوناني اسكندراني عظيم، وكان موجود هنا وقت يوسف ونادر. مثقف انت برضو يا يوسف. اسكندريه هي اللي فيها كل حاجه. تمشي في شوارعها هتلاقي نفسك مثقفة وعارفة نص تاريخ الدنيا. كفاية إن فيها يوسف. السلام عليكم. تعالي. الشاعر ده جده كان تاجر ألماظ، وأبوه كمان كان تاجر، وأمه بقى كانت ست أرستقراطية. عارفة كانت بتلبسه زي البنات، عشان كان عندها بنت قبله وماتت. كانت تلبسه زي البنات وتضفر له شعره، عشان كده طلع منطوي جدا وخجول. وقابل يوسف ونادرة؟ قابل يوسف صدفة. جوني منصور ويوسف وعلي بحر بقوا صحاب بشكل عجيب. خواجة وأرستقراطي وفنان. وفي ليلة جوني منصور خدهم وشافوا كفافيس وسمعوهم. يعني بلد على البحر تبقى العماير فيها عالية بالشكل ده؟ كأنهم بيبعدوا البحر عن الناس. كأني مش عارف البلد اللي اتولدت فيها. خسارة فعلا. عشان كده بنحب بحري أكتر. عشان كده أنا بحبك أنت. ولا ولا صمتك القاتل ده سفاح كرموز. خلي بالك بلاش نكمل في الشارع ده. ليه؟
رايا وسكينة يخطفوك. ايه الظرف ده؟ الظرف ولا حاجة، كانوا هنا فعلا. طيب هدخل اشوف. على فكرة هما ما كانوش مجرمين قوي، كانوا بيقتلوا بس الستات الوحشين واللي تبع الانجليز. يا اخويا بتجيب الكلام ده منين؟ مش في تاريخ؟ مين يعرف الحقيقة؟ التاريخ حكاية عند كذا حد. برضو عايز اشوف. براحتك. يسلموا ايديك. ما عملناش حاجة يا خالتي. قلت لك يا بنت تبطلي لت الحريم ده، قلت لك خلينا في حالنا. مفيش لت، استاذتي جدعه وعمرها ما كسفتني. جدعه الروحة، احنا حالنا غير اي حال. ما تعرفش حاجه، هي متصيده ولا باطه النجم؟ اقول لك صاحبتي يا ريا. صاحبتك عافيتك يا بنت. اقول لك ايه؟ لمي روحك. قلت لك صاحبتي. وهو بمزاج حد؟ ده امر ربنا يا بنت ابويا. لو أمر مين يقدر يقول؟ صباح الخير. أنا عارفك وعارف كمان إنك مش مجرد حارس على القصر يا يوسف، وعارف كمان إنك عندك أسرار وإن كل سر وله تمن. أنا بندفع كويس ما تخافش، القصر مش هيتهد، هحافظ عليه زي ما هو كده. عارف ليه؟ لأن أنا فنان وبنقدر قيمة الحاجة الحلوة. ده أول لقاء بينا يا يوسف، لسه في مرة تانية وتالتة، وفي التالتة الكلام عدت. مين ده؟ ده واحد تايه كان بيسأل على عنوان. تعرف يا يوسف ان انا حاسة ان هم لسه موجودين في القصر؟ وهم لسه موجودين فعلا. ما انا عارفه، وعارفه كمان ايه السبب. ايه السبب؟ الحب. كل حاجه بتموت الا الحب. المشاعر الحقيقيه ما بين اتنين لما بتسكن مكان مش بتسيبه. صح. امال انا حبيتك ليه؟ ليه؟ من غير سبب، بس حسيت انك حارس على الحب اللي ساكن القصر، وان شغلتك انك تحافظ على الحاجات الغاليه، صح؟ يوسف، أستطيع هنا أن أكتب يوسف دون أن أشعر بالخجل، ولا أشعر بأني بحاجة أن أقول يوسف بي. بسببك ضربني أبي لأول مرة، وبسببك قضيت أجمل وأحزن يوم في حياتي. أنا لست ندمانة، أتذكر وجهك وهو يضحك إلى جوار البحر وكأنه جزء منه. يوسف، أريد أن أراك حتى أفرح، ولا أريد أن أراك حتى لا يغضب أبي وخديجة هانم، وقد عاهدتهما على ذلك وأنا أحفظ الوعد. فدع الله لي أن يقويني. ايه 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 يا بنتي، في ايه؟ ما تحل عني، ماشيه في دالي من اول النهار ليه؟ امال اروح فين؟ اني جنبك عشان لو عاوزه حاجه اساعدك. ساعدي نفسك، ساعدي جوزك. ومن امتى وانت بتطلعي هنا؟
أني عاوزة أبقى في وش خديجة هانم زي نادرة، يمكن تطلبني، تحبني، تديني حاجة. خديجة هانم ما تكرهش قد اللي ملوش لازمة، هتلاقيكي لازقة بديلي كده هتمشيكي وتمشيني. أما أعمل إيه؟ تبعدي عني. أقولك خليها تشوفك وانتي في الجنينة بتمسحي وتنظفي الكنبة، هتحبك قوي. يلا مشي. بجد؟ حاضر. شكرا يا بامبا. شو بتعملي ايه؟ أنا بنظف الكنبة لحضرتك. بتنضفيها ولا بتضربيها؟ مين اللي قالك تعملي كده؟ أنا قلت بس. أنت ما تقوليش. يلا اتفضلي من قدامي. نادرة الوجود، وأنا أكتب هذا الخطاب قررت قراراً يليق بجمالك. سأكتبه ولن أرسله مع الست بامبا كما فعلت. هذا الفعل يليق بفتاة خجولة مثلك، ولكن سأكتب الخطاب وأقرأه لك بنفسي. أقرأه وأنا أنظر لعينيك وأشرب الكأس من نظرتك ولا أفيق أبداً. لم يكن من الرجولة أن أرسل خطابي، لكن واجب المحبة يجعلني أقول لك بصوت عالي: اشتقت إليك يا نادرة الوجود. بلعش صوت عالي والنبي، ومش أحسن يا يوسف بيه؟ ما كان يوسف بس في الجواب. الجوابات حاجة تاني، ولو جريته زين ما كنت جيت. طيب تعالي معايا. مش هينفع، أنا وعدت خديجة هانم. المكان اللي أنت بتحبيه؟ لا، مش هيشوفك حد. لا ما اضمنش. ما تخافيش، مش هنطول. ما ينفعش حد يشوفني هنا. وانا ما ينفعش حد يشوفني هناك. استني. شكلك زي القمر. امشي، مش عايز ابويا يزعل. طيب ازعل انا؟ لا ما تزعلش، الأسهل زعلانة وما شوفكش. أنا مش مهم، زعلي مش فارق. امشي امشي يا بيه، أحسن وأريح للكل. نادرة، مش عايزة تكلميني؟ لا مش عايزة. ليه؟ عشان أبويا قال لي كده. قال لك ما تكلمينيش ولا ترد عليا ولا تشوفيني؟ قال لي أكتر من كده، قال لي أنا ما زعلهوش وهو غالي علي. وانا انت يوسف بيه بس، انا بنته وبيخاف علي يومها حق. يخاف عليكي من ايه؟ مني؟ من الدنيا كلها. انت عايز مني ايه؟ عايزك. ما فهمش الكلام ده. انت صاحب القصر وانا نادرة بنت زكريا، كل واحد يلزم قانونه. هيجي ايه من القرب غير الخوف؟ وحشتيني يا نادرة. ماليش دعوة، هقفل ودني وامشي. يوسف بيه،
نعم. نادرة دي تبقى بنتي، لا تقرب منيها ولا تشغلها، الكلام ده ما نرضاهوش. سامع ولا ما سامعش؟ ايه نادرة؟ نادرة دي من احسن البنات يا زكريا، لو شفتك هتقرب منيها تاني هقتلك. اديني قلت ونبهت، انت سيدنا والباشا بتاعنا والهانم ليها فضل علينا، ايوه، لكن بنتي دي روحي، واللي هيقرب من روحي روحه تهون. اديني شهادتك على روحك. بص يا سيدي يوسف، حبيبك على عيب وانت قليل الكلام كثير الصمت، غامض قاتل متسلسل، لكن اعمل ايه، بحبك. ماشي، ما انا برضو مستغربك شوية. حقك. ايه مستغربني انا غريبة؟ قصدك ايه يعني؟ بتحبيني قبل ما تعرفيني؟ ما هو ده القلب المزلوق. تمام. هو ايه اللي تمام؟ كلام يا اخي، ده الكل فعل رد فعل. قول لي بحبك، قول لي وحشتيني يوسف، قول لي كلام حلو بدل ما اكرهك. ما هو انا بحبك دي كلمه عاديه يا سلمى. طب ما تقول انت اللي غير عادي يا روح سلمى. ما فيش كلام بجد؟ اه والله. اطنقت انا بقى؟ لا، اول مره نحس اني موجود وعايش لما شفتك. اه قلبي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. تعالى. ايه ايه رايحة فين؟ بص يا سيدي يوسف، هتفرجني القصر اوضه اوضه وركن ركن وتحكي. للاسف مش مسموح، بس عشان خاطرك حاضر. تعالي. فرجني على الأوض. تعال. دي أوضة خديجة هنا. تعال. أنا لازم أنزل نقفل الباب.
أيوة فتحت المبرة وبتعالج الفقرة. مبسوط؟ مبسوط أيوة، لكن لسه المشوار طويل، محتاجة أتعلم أكتر علشان أقدر أعالج الناس أكتر، والناس نفسها محتاجة تفوق وتفهم وتتعلم. المريض يا خديجة هانم، المريض لازم يكون عنده احترام لفكرة الطبيب. كويس قوي. وأنا هستنى لحد الناس ما تتعلم وتفهم وتتنور، والإنجليزي دول مصريين الاستقلال عشان أرتاح، صح؟ ليه ده كله يا خديجة هانم؟ تستني مين وترتاحي من إيه؟ إيه العلاقة؟ ما هو أنت قررت تكمل حياتك كده لحد الناس ما تتنور وتتعلم والشعب يبقى عنده وعي، وبعدين تفكر في الجواز. لا، لما الاقي عروسة هقول لحضرتك. لا ما تقولش، ما تقولش، انا هدور ولائي. مش بطلب منك المستحيل انا يا يوسف يعني. لا خالص، لكن معقولة برضو يا خديجة هانم حضرتك هتختاري لي وتقولي لي خد فلانة وانا وافق زي البنات؟ معقولة؟ ولا يوسف كبير وعاقل ومتعلم ويقدر يختار؟ طبعا، وماله، يوسف كبير كفاية وعاقل كفاية ويعرف ينقي. بس بنات الناس المحترمين قاعدين في بيوتهم، هنعرفهم ازاي؟ انا بس هقرب لك البعيد. طيب ولو قلت لحضرتك ان في واحدة كويسة وحلوة قوي وطيبة وعجباني وقلتلك، تبقي مبسوطة؟ قوي طبعا. مين يا حبيبي؟ لا أنا بقولك لو، يعني لسه أول ما الاقي هقول لحضرتك على طول. قولي من دلوقتي وأنا أساعدك. لسه، عن إذن حضرتك. خطوة عزيزة يا عم زكريا، والمرسى ابو العباس داني لو نعرفهم جايتك ديت كنا نعلقوا لك الزينه. خطوه عزيزه. كتر خيرك يا ولدي. عم زكريا، نعمله الشاي ولا نروح نجيبه الغدا؟ لا متشكر، انا عاوز اعالف كلمتينك ده. طيب انا على البحر جنبيكم هنا، لو احتجتني علي نديلي. ها انا على البحر يا بحر. منور يا عم زكريا، منور. انا جنبك يا علي. انت يا ولدي مش كنت جيت للهانم وطلبت يد بنتي؟ حصل، حصل يا عم زكريا، وهربنا ليلتها قبل ما الهانم تمسكنا وتودينا الكركون. منيح، وانا ابوها وجاي لحد عندك عشان اقول لك انا موافق تتجوزها. يا خبر ابيض يا عم زكريا، ده انت جايتك على راسي من فوق، هو انا طول. ربنا يخليك يا ولدي، او ما دمت شاريها يبقى هتصونها. شاريها وبس، داني ما تمنيتش حاجه من ربنا غيرها، وقلت بعديها مش عايز حاجه تانيه ابدا. أصيل وابن أصول، البركة. بس أنا مش عايز يا عم زكريا. عايز ايه يا ولد؟ يا قصدي يعني ما نقدروش. ما نقدروش ايه؟ انا راجل على باب الله يا عم زكريا، بتعمل زيكا وسهر وغنى، ما نقدروش نفتحه بيت. وماله المزيكا والغنى؟ بدن بيتك متصان خلاص يا عم زكريا.
أني سكري وفلاتي وهلاس، وبنتك ست البنات رباية حلوة. عافيني. أنا اللي غطيت نفسي. تستاهل يا زكريا. أنا استاهل. تستاهل يا زكريا. انت هتجنني يا بحر، مش دي نادرة اللي انت كنت هتموت عليها؟ ابوها هيجي لك لغاية عندك تقول له لا. سيبني في حالي يا وديع. والمرسب والعباس ما نسيبوك غير لما تعرفني ايه اللي حصل. خليني ساكت، الله لا يسيئك. السكات مر وملوش عايز يا علي، واحنا بتوع مغنى، بتوع مغنى وكلام. واني صاحبك ولي عليك حقوق، لازم تعرفني علي ايه اللي غير رأيك. علشان قلبها مش ليا يا ابو صاطي. ارتحت؟ ناخدوها وقلبها مش ليا؟ طب ليه؟ بدل ما نتعيسوا روحي بس، نتعيسوا ثلاثة يا وديع. أنا شفتها يا وديع، شفتها، عينيها كانت بتصغرت وهي بصار. نونو عليك، ناخدوها وقلبها مش ليا. تهون هي عليا، نعملوا فيها كده. نحبوها ونأذوها يا وديع. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا. والله يا بحر، صدأ المجنون ابن الملوح كأنه يتحدث بلسانك. هو ده بقى اللي اسمه وجع القلب يا شيخ زهار. مكتوب لغيري هواه، ومكتوب على قلب الغرام. عزمت كل العائلات اللي عندهم بنات فوق 16 سنة. كل دول؟ طبعا، دي أول حفلة بعد نوار باشا، وعايزة اسكندرية كلها تحكي وتتحكي عن الأمير اللي أمه عزمت كل البنات عشان تختار له عروسة. حفلة عشان أختار عروسة يا خديجة هانم؟ آه، ليه لأ؟ اللي تعجبك شاور عليها، وهتلاقي كل الأنواع، الغجرية والبدوية واللي من ألف ليلة. ازاي؟ تنكرية. اه، حفلة تنكرية طالعة موضة قوي يا يوسف. فردوس هانم عملتها في القاهرة. يا فردوس هانم احسن مني؟ طبعا لا. مالك في ايه؟ الباب اتقفل ما عرفتش افتحه. ما تخافيش انا معاكي. مين دي اللي تخاف؟ انا اترعبت بس. الست دي جبارة. خديجة هانم؟ محدش عارف. عملت حاجات حلوة وعملت حاجات تانية وحشة، زيها زي أي حد. زيك؟ ده الشباك اللي كانت بتبص منه على المملكة بتاعتها. ياسا، قبل الساعة 3 تكون مبلغ كل الناس بالحفلة. اسم اسم. تحت أمر حضرتك. وانت عارف هتلبس البدلة المخصوص، تتكلم وانت مبتسم وتبص في الأرض. تحت أمر حضرتك. هو ايه الحب يا سيدي يوسف؟ ويا
يبدو أن الحب هو شجرة الخلد وهو الملك الذي لا يبلى. الله، حلو قوي، بس ده كلام يخوف. مش كل اللي خوف وحش.